مرحبا اليوم موجودين في معرض الشارقة العقاري من تاريخ 25 إلى 28، يعني باقي يوم واحد. طول بعمرك هذا المعرض، كل ما يخص العقارات بتحصله موجود في هذا المعرض، من أراضي تجارية، صناعية، بنايات، عماير. بدل ما تستراكد مكتب مكتب، هذا المعرض يختصر لك كل شيء ويسجلون لك الأرض كل حينه واكتبها باسمك وتوكل على الله. خابر هذه لا فهد لا خابر لا، بدل لا تجي تدقدقوا علي أنا، حد يبقت حد يمزبلوا حد يدق الباب، زولوا خذوا لكم أرض استثمروا الفلوس عنده، فلوس عندي أنا كوشي، والدينكم أنا وناسكم وش خذ لك أرض وضم أمن مستقبلك. أنا ممن لنا مستقبل الحمد لله خلاص، أنا ممن الباب وقفلته مرة تأمن مستقبل. كل ما يخص العقارات بتحصلوا موجود في هذا المعرض. عقارات يشتري أرض هذا الرجال. ما عندي أسوي هدف أغنية. باكر مروح منها. باكر أنت باكر وين بضلع أنت؟ سجلها بس. إيه. سجل بس حمل الأولاد. اسمع أنت 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 خذ لك أرض عشان تتأمن مستقبلك. فهد بكم الأرض كم؟ مليون. جايين وعانين لطول بعماركم الساحل الشرقي للعقارات. يا مرحبا يا موسى. حيا الله اخوي فهد. الله يحييك بنورك، جزاك الله خير. طال عمرك شرفونا بمعرض الشرق العقاري، معاكم الساحل الشرقي للعقارات بالكلباء، متخصصين في اداره العقارات والبيع وشراء العقارات، وعندنا واحنا اعتبرونا مستشاركم العقاري، وهذا فريق العمل، واللي حابب يزورنا في المعرض موسى بعد المعرض. يا مرحبا يا موسى، هذا الرجال ما غريب، هذا هو هذا اللي ما قال لنا ما قال كيف حالك فهد، تبون اشتري ساحل الشرق للعقارات، كل ما يخص الاراضي التجاريه الصناعيه الزراعيه اي شيء يخص العقارات بتحصلوه موجود عندهم، هم موجودين في المعرض. المعرض طول بعماركم باكر يخلص، لكن عندهم مكتب موجود في كلبه مقابل اتصالات في الشارع العام، مقابل اتصالات في الشارع العام في كلبه، بنايات على الشارع مباشره طلع على البحر، وبأسعار طيبة. بأسعار طيبة. أي شيء يخص الأراضي العقارية في كلبة بتحصلوه موجود عندهم بأسعار طيبة. لا تقصر عند العربان اللي بيوصلوكم. زراعية بعد. يا سلام. زراعية ومساحات كبيرة وأراضي سكنية في المناطق الجديدة في كلبة على الشارع مباشرة، طبعا مساحات كبيرة. أرقام التواصل طول بعماركم، تواصلوا عندهم وإن شاء الله إنهم ما بيقصروا عندكم. طول بعماركم الشاهق للعقارات المختص بالأراضي الموجودة في خورفكان. المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية مدينة خورفكان، متخصصين احنا في بيع الأراضي التجارية والسكنية والصناعية والبنايات، سواء كانت يعني صغيرة ولا بنايات كبيرة، أراضي في مختلف يعني مناطق الخور. ونتشرف فيك. الله يشرف منك. نعلن احنا من خلال شاشتك إن شاء الله أن زباين المزروعي إن شاء الله بإذن الله خصم بالعمولة 50%. غير الله. اهلا وسهلا فيكم، شرفنا بجناحنا الاخر. بخليكم طول بعماركم ارقام التواصل، في عندكم مكان خاص؟ اي نعم. غير المعرض؟ اي نعم، عندنا مكان في مكتب خورفكان. موجود عندهم طول بعماركم مكتب خورفكان، المعرض باكر يخلص، اللي بيلحق يا مرحبا به، واللي ما بيلحق موجود عندهم مكتب خورفكان، واذا ما يخلصك توصل طول بعمرك بخلي ارقام التواصل تواصل عندهم. نعم. والجماعه بيردوا عليك اول باول ان شاء الله انهم ما بيقصر عندك، ومثل ما خبركم عموله طول بعماركم خصم عليها. موجود الحين بنسحب عليه الايفون، يلا بسم الله وبنشوف من سعيد الحظ. بسم الله وعلى بركه الله. روح ابو راشد، روح ها الله يوفق ان شاء الله الجميع. بس يا سلام، نبارك لصاحب هذا الحساب. العين شارع حصه مبروك، او شو نسوي الاضافه؟ طال عمرك ماجد الشبلي، يستاهل تستاهل يا ماجد الشبلي، وتواصل طول بعمرك على هذا الرقم. ويا مرحبا، ومن بيوصل لي الايفون؟ انا بنفسي. يلا لا انا بوصل. خلاص الفايز حكوا عنده رقم يتواصل معكم خلاص.